خير، ازيكم؟ اتمنى كل يكون بخير. ده اول فيديو انا بعمله في سلسله كورسات هعملها ليها علاقه بالفيجوال افكتس اندستري. انا اسمي امير، حاليا ليد تكنيكال دايركتور في ذا موفينج بيكتشر كومباني فانكوفر كندا. بقالي فتره في كارير بتاعه الفيجوال افكتس، فاتمنى ان الكلام اللي احنا هنقوله يكون مفيد لشخص ما. لما حطيت الفكرة على الفيسبوك ان احنا نعمل مجموعة فيديوهات ليها علاقة بالفيجوال افكتس اندستري، الحقيقة في ناس كتير قوي بعتولي مسجات بأفكار ما كانتش على بالي خالص. لكن ما انكرش استل ان تحديد الموضوع صعب، يعني ان احنا نتكلم في ايه وايه بالظبط ممكن يكون افيد لاكبر عدد من الناس. لكن يعني اللي انا عملته دلوقتي ان انا حطيت سيليبس بسيط بناء على بعض recommendations من بعض الناس اللي كانت عايزة تسمع مواضيع معينة. لكن الأول الفيديو ده شوية هيبقى أطول شوية من الفيديوهات العادية، ومعلش لو أنا شوية تعبان أو confused. هو أصلا حاجة غريبة جدا إن أنت تكون بتكلم كاميرا مفيش أي بني آدم حواليك، يعني حاجة غريبة. والحاجة التانية إن في مواضيع كتير قوي that we need to cover، فيعني موضوع الاختصار ده مش من طبيعتي، بس أنا هحاول على قد ما أقدر. هحاول الاول ان انا ابتدي باكتر حاجه انا اتسالت عليها الفتره اللي فاتت، او اكتر حاجه الناس كانت بتسال عليها اللي ليها علاقه، يعني بلاي في جاب ما بين الكواليتي اللي احنا بننتجها في الوطن العربي وما بين الكواليتي اللي موجوده بره. ايه اللي بيخلي الاستوديوهات الكبيره في كندا او في امريكا ليه هم يعني بينتجوا شغل ممكن يكون outstanding واحنا مش عارفين نوصل لنفس الحاجه؟ بغض النظر ان في اسباب كتير، ممكن يعني ممكن نتكلم في اسباب كتير قوي، ممكن نقعد نتكلم كتير قوي في الموضوع ده هو، لكن احنا هنتكلم في اللي احنا نقدر نعمله، اللي هو ان احنا اللي هي فرق النوليدج. لان الحقيقه ان الموضوع مش ان انت تستخدم سوفت وير، او الموضوع مش ان انت تبقى عارف a lot of techniques. الموضوع بينفولف a lot of science و a lot of knowledge. فالفكره ان احنا نحاول ان احنا نضيق الجاب شويه على قد ما انا اعرف. هحاول ان انا اشرح، وفي ناس تانية زي محمود هشام مثلا صديقي العزيز يعني عرض ان هو يشارك، واظن هنحط فيديوهات لحاجات هو كمان بيشتغل عليها قريب. ف I hope ان الكلام ده يبقى مفيد للكوميونتي في مصر او لاي حد يتفرج على الفيديو ده. الحقيقه اكتر الحاجات اللي انا بشوف ان هي بتعمل فرق في موضوع الكواليتي ده هو الطريقه اللي الاستوديو بيشتغل بيها هنا، اللي احنا بنسميها اللينير ورك فلو. اللينير ورك فلو من اكتر الحاجات اللي انا اتسالت عليها المره اللي فاتت لما كنت في مصر، او من اكتر الحاجات اللي انا اتسالت عليها هنا في كندا. يعني ايفن الناس من الاستوديوهات ممكن تكون اصغر شويه او كده، هو بييجوا يسالوا على موضوع اللينير ورك فلوز وعلى الكالر ساينس. ده موضوع كبير، فيعني هنقسمه على كذا مره، هنحاول ان احنا يعني هحاول ان انا اختصر قد ما اقدر، بس هو موضوع لازم ياخد كذا مره. والحقيقه ان انا شايف ان يعني هو اصعب من الواحد يشرحه، هو اصعب من الواحد يشرح ليه هو مهم. لكن يعني هحاول ان انا اوضح ده على قد ما هقدر في الفيديو اللي انا هعمله ده. وتاني اعذروني، انا الساعه دلوقتي عندي 2 الصبح، فطبعا مش نايم، مش مركز، ميعاد نومي عدى من حوالي 3 ساعات. ف يعني لو سقطت شويه رحت في حته كده او كده استحملوني. طيب موضوع اللينير ورك فلوز دهوت، عشان نفهم الاول ايه موضوع اللينير ورك فلو، احنا محتاجين الاول نفهم ده بيأثر على مين، يعني والورك فلو ده ورك فلو لايه. تمام. طيب الحقيقه ان اللينير ورك فلو هو عباره عن ورك فلو فور ايمجز، يعني بيأثر على الناس اللي ليها علاقه اللي بيشتغلوا في التكشرنج، الناس اللي بتشتغل في كومبوزيتنج، الناس اللي بتشتغل في اللايتنج، اللوك ديفلوبمنت او شيدنج، وكل الكلام ده، كل الكلام ده مربوط في بعضه. طيب ليه لينير، او ليه بشتغل لينير؟ طب وايه هي الطريقه التانيه اللي احنا بنستخدمها اللي هي مش لينير؟ ده الكلام اللي احنا هنحاول نوضحه دلوقتي. طيب اول حاجه ايه هو اللينير ورك فلو؟ عشان نفهم لينير ورك فلو لازم الاول نفهم كلمه لينير. تمام. كلمه لينير يعني ايه؟ لو انا عندي بمنتهى البساطه عندي a function خلاص x equals y، that's a linear equation. linear equation يعني ايه؟ يعني تقدر ان انت تعمل لها representation عن طريق a line، مفيش curve involved. فلو انا عندي x equals y هيبقى عندي a line curve، that's a linear equation. طيب ايه فايدة الفانكشن دي؟ الكيرف ده بيعبر عن ايه؟ دي حاجة ليها علاقة بان احنا الاول لازم لما نيجي نبص للايمجز، ودي حاجة مهمة جدا، ان احنا لما نيجي نبص للايمجز انا فاهم ان انت
او انت ممكن تكون بتبص على الصوره وبعدين بعد كده بتقول الصوره دي كويسه، انا هاخد الصوره دي هحطها كتكشر لان شكلها لطيف وانا شايف ان هي حلوه، وبعدين بعد كده الصوره اللي انا عملتها دي انا هاخدها وهحطها انتو اشيدر، وبعدين كده هحط اللايتس بتاعتي وهعمل ريندرنج وكل الكلام ده. الحقيقه ان الصوره غير بعدها الفني ليها بعد تاني تقني، لان الصوره دي عباره عن داتا ريبريزنتيشن. كل الفيجوال افكتس او كل الحاجه، اي فيلم انت بتشوفه في الاخر اون ذا سكرين ده في الاخر عباره عن داتا فلو. يعني انت في الاخر اللي بيحصل في الكمبيوتر اللي بيحصل في الباك جراوند ان انت عباره ان انت بتعمل داتا مانيبيوليشن. فلازم ان احنا لما نيجي نتعامل مع الايمجز ما نبصش للايمجز على اساس ان هم شكلهم حلو، مش بس كده، لا، الايمج دي ليها سبيكس معينه والايمج دي عباره عن داتا ريبريزنتيشن بطريقه معينه. فلو انا بقول لو انا عندي صوره، الصوره دي let's say انا هستخدمها into a texture، الصوره دي عباره عن مجموعه بيكسلز، البيكسلز ده هي فيها داتا معينه. الصوره دي انا جبتها ازاي؟ انا اخدت كاميرا وصورت صوره، let's say لو انت بتصور بكاميرا دي اس ال ار، او هنقول لو انت بتصور سينما بتصور بكاميرا ريد او بكاميرا اليكسا او ايا كان، اليكسا اي او ايا كان هي ايه. لما انت بتصور الصوره دي في داتا معينه بتوصل للكاميرا دي عن طريق السنسورز اللي انت بتصور بيها. الكاميرا ما بتفهمش او ما بتحسش بالكالرز زي ما احنا بنحس بيها، الكاميرا فيها سنسرز، السنسرز ده هي بتديتكت ويف لينسز، ملهاش علاقه خالص بالطريقه اللي احنا بنشوف بيها الايمجز. طيب ليه ده مهم؟ يعني هنوصل للنقطه دي دلوقتي، فاستحملوني في الكلام الممل اللي انا بقوله دلوقتي. طيب لو انا دلوقتي جيت اكابتشر صوره، الصوره ده هي ليتس ساي انا في عندي فيها شمعه، الشمعه ده هي ليتس ساي اللومينانس بتاعها، وهتكلم هنا على اللومينانس، يعني كل الكلام اللي انا هقوله دهوت مش فيزيكالي اكيوريت بس انا بس هدي امثله. لو انا قلت ان الشمعه ده هي اللومينانس بتاعها 1 يونت، طيب ادي الشمعه، عندي شمعه هنا اهوت اللومينانس بتاع الشمعه ده 1 يونت، وفي عندي لايت سورس، اللايت سورس دهوت يعني عباره عن بلب مثلا او حاجه بيطلع لايت، بس البلب دهوت ليتس ساي اللومينانس فاليو بتاعته 5 يونتس، فده 1 يونت وده 5 يونتس. دلوقتي لما انت هتيجي تلقط الصوره دي، الصوره دي المفروض ان انا في عندي التو فاليوز دول هيعدوا على السنسور هيدوني ا سيرتن ايمج. الايمج دي هتجيت ريبريزنتد ازاي؟ يعني هل المفروض ان الواحد ده هيبقى الفاليو بتاعت اللومينانس بتاعته واحد وال5 هتبقى 5، ولا هيبقى عامل ازاي؟ الحقيقه ان اي صوره انت هتاخدها الصوره دي مش لينير، هيكون فيها داتا مانيبيوليشن بطريقه معينه بحيث ان هي يعني هتغير الصوره بطريقه معينه بحيث ان هي تخلي لك الصوره دي ريدابل بالنسبه لعينك. طيب احنا مش عايزين نعمل ده وهقول دلوقتي ليه. المفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض ان انا لو انا عندي نفس الحاله دي، فالمفروض ان انا محتاج في الاخر ان انا الصوره بتاعتي تطلع اللومينانس والفاليو المفروض ان هم يطلعوا الينير كيرف. وبالتالي لو انا عندي هنا a value of 1 وعندي هنا a value of 5، فالمفروض ان دي تبقى a value of 1 and that's a value of 5، فالمفروض ان انا يعني يطلع عندي حاجه عامله زي كده، that's a linear representation للداتا اللي جوه الايمج. طيب ليه ده ما بيحصلش في العادي؟ يعني ليه انت ما بتلاقيش الصور بتاعتك linear؟ هو الحقيقه انت ما بتلاقيش linear لان انت ما تقدرش تقراها بعينك in linear mode لان هي بتبقى very contrasting. السبب في ده ايه؟ دي حاجه هنروح للنيوك عشان نفهمها. لو انا دلوقتي ومعلش اعذروني برضه انا بطيء شويه على الويندوز، بقى لي فتره طويله جدا ما بتعاملش مع الويندوز، فمعلش لو هقعد بقى يعني الخبط في الزراير واعمل حاجات غريبه كده بس استحملوا معايا. دلوقتي لو انا if I have an image، اي image linear او مش linear ايا كانت هي ايه، انت دلوقتي عشان تعرض الصوره اللي معاك دي على مونيتور، الصوره دي عشان تعرض على مونيتور في مشكلة بتقابلنا اللي هي ايه؟ ان انا لما جيت هنا قلت اللينير كيرف اللي عندي ده هو، لما باجي اروح للمونيتور المفروض ان انا بفترض ايه؟ بفترض ان انا ادي الكيرف اللي عندي اهوت، ودلوقتي المونيتور دي عبارة عن ايه؟ عبارة بتدي الكتريكال سيجنالز، في انرجي مش كده؟ طيب فانا هقول هنا ان الانرجي دي انرجي اي كان سبيل ات، لو جيت هنا قلت يعني في عندي هنا انرجي وفي عندي فاليو بتاعت اللومينانس، تمام بلاش فاليو عشان هنتلخبط فيها خليها لومينانس. طيب لو انا جيت هنا قلت عندي انرجي وعندي لومينانس، فانا المفروض هفترض ان انا لو في عندي حاجه القيمه بتاعتها 1 و5 زي ما قلنا، فالمفروض ان الواحد هتاخد 1 انرجي وال5 هتاخد 5 يونتس اوف انرجي عشان الصوره دي تطلع. الحقيقه مش ده اللي بيحصل. ليه؟ لان
اللي بيحصل في الشاشه او اللي بيحصل في المونيتور او اي فيور خلاص، ان انت بتحتاج طاقه اكبر عشان تعرض الفاليوز الاقل. يعني كل ما قربت للصفر كل ما احتجت مور انرجي عشان ان انت تقدر ان انت تعرض البيكسلز دي، تمام؟ فاللي بيحصل في الاخر ان انت اللي بيطلع عندك هو كيرف عامل كده، تمام؟ طيب الكيرف ده دلوقتي بقى فيه ديفرنس، يعني الديفرنس ده انت تقدر تشوفه هنا، اتس فيري كلير، اللي هو ديفرنس ما بين التو كيرفز دول. الديفرنس ده انت ممكن تكون سمعت عنه كتير، اللي هو الجاما، جاما كوركشن. الجاما كوركشن اللي احنا بنتكلم عليها هنا دي هي الجاما اللي ليها علاقة بالمونيتور. في حاجة تانية اللي هي الجاما اللي بتجيت انكودد اللي ليها علاقة بالكالر سبيس والوايت بوينت، دي مش هنتكلم عليها دلوقتي، هنتكلم عليها بعدين عشان ما نعملش كونفيوجن. لكن احنا دلوقتي هنتكلم على الجاما بتاعة المونيتور. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان في جاما كوركشن بيحصل لأي ايمج انت بتحطها عشان في الآخر توصل لك على المونيتور. طيب الجاما كوركشن دي مين اللي بيعملها؟ اللي بيعملها هو الاوبريتنج سيستم بتاعك. يعني لو انت بتشتغل على الويندوز او لو انت بتشتغل على اللينكس، الويندوز او اللينكس هم اللي بيعملوا لك ده، او لو انت بتشتغل على الاو اس اكس هو اللي بيعمل لك ده. طيب عشان كده لما بنروح للنيوك، النيوك لطيف جدا لان النيوك عباره عن برنامج مينلي كل اللي بيحصل فيه ان لينير سبيس. فعشان نعرف الكلام ده الاول، بس محتاج ان انا امنشن ان انا عندي هنا اللط بتاعتي set to none، ما عنديش اي لط. طيب دلوقتي لما انت بتدخل صوره جوه النيوك، النيوك بيعمل ايه؟ النيوك اول حاجه بيعملها ان هو بيشيل لك الفيور كوركشن اللي هو الجاما اللي احنا اتفقنا عليها اللي هو الفرق، وبالتالي هو بيوري لك الصوره في حالتها الحقيقيه، تمام؟ هو مش حالتها الحقيقيه من ناحيه الداتا، حالتها الحقيقيه من ناحيه الانكودد كالر سبيس اللي جواها. عملت اسيمبل رامب لان الرامب هي يعني في حاجات كتير قوي ممكن يبينها لنا، تمام؟ طيب زي ايه مثلا؟ دلوقتي الرامب ده هوت، انا دلوقتي شغال ان لينير سبيس، تمام؟ الرامب ده هوت من 0 ل 1، المفروض ان انا عندي ادي صفر وادي الواحد، المفروض ان انا عندي ام اكسبكتنج ان الميد جراي، لو انا جيت اقول لك ايه 0 از بلاك 1 از وايت، المفروض ان الميد جراي يكون فين؟ طيب الطبيعي ان انت هتقول ان الميد جراي المفروض ان هو يبقى 0.5، مش كده؟ طيب الحقيقه ان انت لو وقفت هنا عند 0.5 هتلاقي، يعني لو بصيت على الفاليوز اللي هنا، لو انا وقفت هنا عند 0.5 الحين this 0.5 it's very bright to be a mid gray. الحقيقه ان ده مش mid gray، خلاص؟ ليه ده مش mid gray؟ هنتكلم على الحته دلوقتي، I will mention it حالا. طيب امال الميد جراي بتاعي فين؟ اللي هو التون اللي ما بين الزيرو وما بين الواحد. الحقيقه ان التون ده موجود عند 0.18 somewhere here. طيب ليه عند 0.18؟ ده ليه علاقه بازاي احنا عينينا بتشوف، خلاص؟ بص العادي ان انت عينك بتشوف يعني in a closer logarithmic exposure. يعني ايه لوجاريتميك اكسبوجر؟ الحقيقه ان احنا عينينا بتشوف في كيرف، بحيث ان انت بتشوف مساحه قليله جدا في البلاكس او في الحاجات اللي فيري دارك، وبتشوف مساحه عاليه جدا في الالوان البرايت، وبتشوف اكتر في الجرينز خلاص عن الريد والبلو. ده دي حاجه هنتكلم فيها بعد كده لما نروح للكالر سبيسز، بس عايزين نمنشن دلوقتي ان انت الميد جراي بتاعك عند 0.18. اي هوب ان الحته دي تكون مفهومه. طيب الميد جراي مش 0.5 in a linear image، a point ال mid gray بتاعك is 0.18. ليه ده مهم؟ نرجع تاني نشوف الحته بتاعت الكالكوليشنز ونشوف ليه ده مهم. دلوقتي احنا هنتكلم على كيس. الكيس ده هي عباره عن ان انت بتعمل a layered shader. انت دلوقتي عندك شيدر، بتعمل layered shader، وفي light units، وفي كل الحاجات بتاعتك. عندنا كيس انت دلوقتي بتحاول ان انت تحط صورتين فوق بعض. الصوره الاولانيه عباره عن صوره اهيت، الصوره دي مش لينير. يعني ايه مش لينير؟ يعني جواها جاما كيرف، خلاص؟ جاما كيرف مينلي بتاع الاس ار جي بي هيبقى اراوند 2.2. طيب خلي بالك لما انت بتحط الجاما كيرف، الميد جراي بتاعك ما بيبقاش 0.18، بيروح تاني ل 0.5، خلاص؟ الكوركشن ده بيحصل عشان انت تشوف الصوره دي بصوره طبيعيه. لكن لو انت بتعرض لينير ايمج، الحقيقه ان الميد جراي موجود عند 0.18، عينك بتشوفه عند 0.18، بتشوف الميد جراي بتاعك،
I hope ان النقطة دي واضحة. طيب انا هقول دلوقتي ان انا عندي an image ايا كانت هي ايه. ال image ده هي انا ما شلتش الجاما كيرف بتاعها وفيها ميد جراي، الميد جراي بتاعها 0.5. وبعدين بعد كده I will layer صورة تانية، هحط صورة تانية فوقها، خلاص الصورة التانية دي برضو فيها 0.5 جراي، خلاص. طيب الماثيماتكس بتاعتك هتورك ازاي؟ يعني ايه دلوقتي؟ انا احنا قلنا ان الميد جراي ده هو اساسا كان ايه، كان 0.18، الجاما كيرف حركه انتو 0.5، فانا هقول ان ده كان 0.18 وبعد كده راح ل 0.5 بسبب الجاما كيرف اللي انت سايبها في الصورة. طيب الصورة التانية برضو كان فيها 0.18 that moved into a 0.5. طيب لو انت سايب الجاما كيرف، الشيدر بتاعك هيعمل ايه؟ هيحط a 0.5 over a 0.5، هتبقى كام؟ هتبقى واحد، مش كده؟ طيب الحقيقة ان المفروض ان انت if you sum ال mid grays دول هما مش واحد، هما المفروض 0.36، لان هما it's a 0.18 plus a 0.18. الجاما كيرف عمل حاجة you were not expecting، حاجة انت ما كنتش already عايزها، لكن you left it there. لما بتعمل ده اللي بيحصل ان انت لما بيطلع لك الواحد ده، هي مش تبقى واحد بالظبط بس هت get very close للواحد. ليه مش هتبقى واحد بالظبط؟ ده موضوع تاني، بس المهم في الاخر هي مش هتبقى واحد بالظبط، لكن في الاخر هي هتخرج بره القيمة الحقيقية بتاعتها اللي هي ال 0.36، وده هيفلسفاي كل الماثيماتكس اللي انت بتعملها، من اول ازاي اللايت بتاعك هينتراكت مع الـ مع الاوبجكتس بتاعتك، وازاي في الاخر الاوبجكتس دي هتلوك. طيب في الاخر الاوبجكتس اللي انت بتعملها دي لما هترندرها سي جي فيجوالي، يو كان تيل ان في حاجه غلط، انت مش تبقى عارف كويس قوي المشكله فين او الغلطه فين، لكن هو الحقيقه ان الغلط كان في السيمبل ماثيماتكس اللي حصلت جوه السين بتاعك، وحصل بصوره غلط بسبب ان انت يو كيب الجاما كيرفز بتاعتك جوه الصور. تمام، دي واحده من المشاكل الكبيره جدا يعني اللي انا لاحظت ان في في اغلب الشغل اللي كان بيترد عليا، كنت اشوفها اقول يا جماعه الشغل ده هو مش لينير. ممكن ناس كتير جدا تشوفها يعني وتقول دي ان دي مش مشكله، لكن الحقيقه لو انت بتدور على الجابس ما بين ايه اللي بيخلي حاجه شكلها كويس وايه اللي بيخليها شكلها اوت ستاندنج، انت محتاج دايما ان انت تادابت لينير ورك فلو. طيب الحقيقه ان اللينير ورك فلو ده هو مش بس ليه علاقه باللينير ايمجز، هو في بعد كده مواضيع كتير احنا عايزين نتكلم فيها، فيعني ايه عشان من يعني وي دونت جامب تو كونكلوجنز ونقول ده الموضوع سهل جدا، احنا بس هنلينيرايز الايمجز بتاعتنا في تكشرنج ون جو اون، لا لسه في كلام كتير. بس المهم في الاخر ان الكلام اللي احنا قلناه ده النهارده بيقول ليه انا محتاج ان انا اشتغل لينير، ايه اللي بيحصل في الماثيماتكس بتاعتي، ايه ليه انا محتاج اشتغل لينير، ده رقم واحد. الحاجة التانية كمان ان انت لما لو انت اشتغلت لو انت ما اشتغلتش لينير، عندك الجاما كيرفز دي ار بيكت، وبين بعد كده هوت اخدت الكلام ده هوت عملت ريندرنج، طلعت الباسز بتاعتك بتاعت الريندرنج او اللي احنا بنسميها اي او فيز، لو طلعت الاي او فيز بتاعتك دهيت وبعدين كده جيت بلصدم على النيوك بسبب ان انت ما كنتش شغال فيزيكالي اكيوريت، الحقيقه ان انت دايما هتلاقي نتيجه غير اللي انت بتلاقيها في الريندرر، ودي مشكله كبيره. انت دايما محتاج ان انت كيب لينير ورك فلو من اول التكشرنج لغايه ما تخلص خالص الفاينل كومبوزيشن بتاعك، لغايه ما في الاخر الحاجات بتجيت انتو لوج دي بي اكسس وبتروح في الاخر للدي اي. ف دي حاجه نوصلها في الاخر. المهم في الاخر ده رد على السؤال ليه بنشتغل لينير. توضيح الحاجات دي هيجي بعد كده، هنوضح اكتر، هنتكلم اكتر، هنجو مور انتو ديبس. معلش ان الفيديو ده هو طول شويه، لو انتوا عندكم اسئله ابعت لي على الفيسبوك او ابعت لي على ممكن تعمل لي كومنت على اليوتيوب شانل على الفيديو وانا هحاول ارد عليه. لو عندك مواضيع جديدة أنت عايز تقترح إن احنا نتكلم فيها يعني أهلا بيك. لو في حاجة ما فهمتهاش من الفيديو فأنا أتمنى إن أنت تسأل وأنا هحاول إن أنا أرد عليكم في أقرب وقت ممكن، وأشوفكم على خير. شكرا.